مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الترند. كالعاده عندنا اخبار وتفاصيل كتير جدا وكواليس اكتر بخصوص النادي الاهلي، ونطمن جمهور الاهلي على الفرقه في المرحله المقبله، وبالتحديد عندنا كلام كمان على المرحله اللي فاتت الصعبه جدا والقاسيه على كل جماهير النادي الاهلي، وبالتحديد كمان هنتكلم عن ماتش امبارح قدام طلائع الجيش والهزيمه امام هذا الفريق الجيد. في كل الاحوال انت كنت اسوأ بكتير، لكن يعني في كلام كتير جدا هنتكلم فيه في الجزئيه بتتعلق بالفريق الاول لكره القدم بالنسبه للنادي الاهلي والخطط المستقبليه بالنسبه للفريق تحديدا. كمان عندنا تفاصيل مهمه في الجانب المحلي والجانب العالمي، اكيد هنتطرق ليها في اجزاء لاحقه من حلقه اليوم من برنامج الترند، لكن دايما بننتظر تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال الحلقه. وسؤال الحلقه بيتعلق ببطوله الدوري اللي ان شاء الله تخلص يوم الثلاث بقى ونخلص، يعني ان شاء الله يوم الثلاث ده يجي بسرعه كده والماتش بتاع الاهلي مع سيراميكا يعدي على خير والموسم ده يخلص بقى بكل حاجه فيه. يعني فمن وجهه نظركم مين الفرق الاقرب او الفريق الاقرب للهبوط الى القسم الثاني بعد تاكد هبوط المقصه وايسترن كومباني في ظل المنافسه المحتدمه على البقاء في بطوله الدوري ما بين الجونه والمقاولين وغزل المحله؟ يعني وهنتكلم برده على الجزئيه دي، هننتظر تفاعل حضراتكم معانا من خلال سؤال الحلقه ومن خلال كمان تواصلكم معانا على صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وانستغرام، وفي الجزء الاخير هناخد تفاعل حضراتكم كالعاده. خلينا بس في البدايه نبتدي باهم وابرز العناوين، تعالوا نشوف. في ترند الاهلي، الفريق واصل تدريباته استعدادا لختام الدوري. وفي الترند المحلي، فيتوريا يستقر على ضم 40 لاعبا في قائمه المنتخب. أما في الترند العالمي، برشلونة ينهي أزمة كوندي. طب النهاردة في ماتشات في مختلف الدوريات الأوروبية بالتحديد، ونبتدي بالدوري الإنجليزي، يعني بخلاف القصة بتاعت صلاح امبارح اللي احنا اتكلمنا فيها يعني. لكن في كل الأحوال النهاردة أستون فيلا بيلعب وستام يونايتد، المباراة انتهت بفوز وستام أخيرا. الفرقتين بدوا الدوري بشكل سيء قوي قوي قوي، لكن بعد ماتش النهاردة البدايه بقت أسوأ لاستون فيلا اللي خسر على ملعبه بنتيجه 1-0، يعني اعتقد فورنرس هو اللي جاب الهدف لويستام يعني. وولفرهامبتون بيفوز اخيرا او بيتعادل ايجابيا مع نيوكاسل بنتيجه 1-1، سان ماكسيمان جاب هدف التعادل في الدقائق الاخيره من المباراه، اعتقد روبن نيفيز هو اللي جاب هدف التقدم لولفرهامبتون، فبالتالي تعادل ايجابي بين ولفرهامبتون ونيوكاسل. الماتشات دي كانت ابتدت بالظبط الساعه 3 العصر يعني. الساعة 5:30 نوتنغهام فورست مع توتنهام هوتسبر، دي مباراة مهمة لتوتنهام اللي أكيد عايز يواصل انتصاراته بعد الفوز الأخير ليه في الدوري، كان قبليه في تعادل يعني مهم جدا مع تشيلسي، أو أعتقد هاي المباراة الأخيرة هي كانت قدام تشيلسي مش متذكر، لكن أكيد توتنهام ماشيين بشكل كويس مع كونتي يعني. فخلينا نشوف مباراة توتنهام كمان هتبقى حلوة بصراحة. الدوري الاسباني في عدد من المباريات، ختافي مع فياريال، برشلونه مع بلد الوليد، ختافي وفياريال الساعه 5:30، برشلونه بلد الوليد الساعه 7:30، وكوندي اخيرا ممكن يشارك في المباراه بعد حل ازمه قيده، واسبانيول مع ريال مدريد الساعه 10 بالليل، دي مباريات الدوري الاسباني. اما بخصوص الدوري الايطالي، هيلاس فيرونا مع اتلانتا الساعه 6:30، وفي نفس التوقيت سالينتانا مع سامدوريا، والساعه 9:15 فيرونتينا مع نابولي، وفي نفس التوقيت ليتشي مع امبولي. فده ايضا بخصوص مباريات الدوري الايطالي، ودي كل المباريات المهمه في الدوريات الاوروبيه الكبرى بالتحديد النهارده الاحد. طيب عندنا كلام كتير قوي وتفاصيل مهمه هنتكلم فيها، بس خلينا نروح لفاصل الاول، بعد الفاصل نرجع نكمل، يلا بينا. اهلا بحضراتكم مره تانية. يعني اكيد خلينا نبتدي كلامنا عن مباراه امبارح الاهلي وطلائع الجيش، ومباراه من ضمن المباريات الاخيره في بطوله الدوري اللي ان شاء الله تخلص البطوله دي يوم الثلاثاء اللي جاي من خلال مواجهه الاهلي لفريق سيراميكا كليوباترا. لكن بصراحه الواحد مش عارف ما يزعلش، يعني عارفين المرحله صعبه، عارفين الحاجات كتير جدا اللي اثرت على الفريق والعام اللي اثرت على الفرقه الموسم ده، وعارفين في سلبيات اكيد وفي اخطاء وكل الكلام ده معروف، لكن رغم كده وانت بتحاول تهيئ نفسك لاي نتيجه سلبيه بس برضه الواحد بيزعل غصب عنه، يعني مش متعودين يعني غصب عننا. لكن في كل الاحوال يا جماعه، لان في ناس كتير تطلع تقول لك ايه لا ده موسم للنسيان للنادي الاهلي، الموسم ده خلاص للنسيان وكلام من ده، انا بشوف الموسم ده ما ينفعش يكون للنسيان. ما ينفعش يكون للنسيان خالص، الموسم ده
لازم يفضل كده في الذاكره بالنسبه لنا كلنا كاهلاويه. لازم ناخد منه درس كبير قوي قوي قوي. المنظومه كلها، اداره النادي، الجماهير، اي حد بينتمي لمنظومه النادي الاهلي، اي حد بيحب الكيان ده، ما ينفعش ينسى الموسم ده. ده موسم مش للنسيان. ده موسم من خلاله بتاخد درس وبتتعلم منه حاجات كتير قوي قوي عشان بعد كده تتفاداها باي شكل من الاشكال. باي شكل من الاشكال، سواء بقى على صعيد الاجهزه الفنيه، على صعيد اللاعبين، على صعيد اخطاء قد تكون موجوده في الجانب الاداري، وده طبيعي ومفيش حد فوق الغلط يا جماعه، مفيش حد ما بيغلطش. كل الناس بتغلط وممكن ناس تبقى في بعض السلبيات كلام من ده، ده عادي بتحصل في يعني اي حد في اي نادي. ده طبيعي. المهم ان انت ازاي تصلح، والمهم ان انت ازاي تعدل المسار بتاع الفريق الاول، المهم ان انت تشوف مستقبل الفرقه وخطتك هتبقى ماشيه ازاي وكلام من ده، وده اللي الناس شغاله عليه دلوقتي. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. لكن لازم الموسم ده ما يتنسيش، الموسم ده اللي احنا اتعلمنا منه حاجات كتير جدا. الموسم ده في امور اثرت على الفرقه بشكل او باخر، فانت لازم تتفاداها. فعشان تتفاداها تاخد خطوات مهمه قوي قوي في اطار ان انت تبقى عامل حسابك لاي ظروف قد تتعرض ليها تكون مشابهه لما حدث هذا الموسم. فده موسم مهم. ممكن على صعيد الالقاب والبطولات ما كناش موفقين خالص، سواء نهائي افريقيا او القصه اللي احنا عارفينها، سواء الدوري والكاس السنه دي، سواء اي حاجه. فلازم ناخد بالنا ونتعلم الدروس، نتعلم الدروس اللي مرت علينا في الموسم ده. فدي وجهه نظري في الحقيقه بخصوص الموسم. الناس تقول لك يلا الموسم يخلص ونسيان، هو احنا عايزينه يخلص بصراحه لان اداء الاهلي وحش جدا. يعني اداء الفرقه وحش جدا. ماتشات الاهلي يا جماعه بمنتهى الامانه، بمنتهى الامانه بسبب الفرقه بقت ممله. الفتره اللي فاتت دي، الكام ماتش اللي فاتوا، ماتش ممل، ماتش الواحد بيتفرج بيتضايق، متضايق ان هو بيشوف الاهلي كده. هتقول لي يا ابني ما هم الشباب بيلعبوا، يا ابني ما هم مش عارف مين موجودين، لا والله حتى لو الشباب بيلعبوا المفروض يبقى احسن من كده بكتير. مش يعني مش والله مش عايز اجي على شباب النادي الاهلي، لان بصراحه وبرده دي جزئيه مهمه عايز اتكلم فيها، لكن شباب الاهلي دول ناس كانوا لسه بيبتدوا فتره الاعداد وفجاه بقوا موجودين في الفريق الاول بيلعبوا ماتشات مع فرق كاملة، فرق كاملة بتلعب في الدوري الممتاز، فرقة كاملة زي طلائع الجيش، زي الماتشات اللي قبليها كلام من ده، بتلعب مع فرق تقيلة مش قليلة. في نفس الوقت اللعيبة الشباب دول عايزين يثبتوا نفسهم، عليهم ضغوط كبيرة جدا، عايزين يبقوا موجودين في الصورة دايما. فرصة بالنسبة لهم، فرصة كبيرة، ممكن البعض قليل قوي قوي اللي استغلها، والبعض الآخر ما كانش موفق غصب عنه، رغم إنه ممكن يكون عنده إمكانيات كبيرة جدا. لكن الأداء صعب، الأداء صعب جدا. لكن المؤكد إن الفترة اللي جاية هتكون أفضل بكتير، والله العظيم بإذن الله واحد أحد، ومش مجرد كلام بيتقال، مش مجرد كلام بيتقال. الفترة اللي جاية هتكون أفضل بكتير أوي أوي للنادي الأهلي، وإحنا منتظرين زي ما أعلن النادي الأهلي عن إن هيكون في قرارات بتخص الفريق الأول بعد انتهاء مباراة سيراميكا، بعد آخر مباراة للأهلي في بطولة الدوري. يعني نترقب القرارات دي من يوم الثلاث بالليل وأنت طالع لحد الأربع، ما أعتقدش هتبقى بعد الأربع يعني. والمؤكد إن هي هتكون قرارات كلها مهمة في صالح الفرقة وفي صالح الموسم الجديد اللي عايزين نبتديه بشكل قوي قوي. عندنا ماتشات في الدوري طبعًا هتبقى قوية بداية من يوم 16/10، وبعدين عندك ماتش الزمالك في السوبر المصري في أبو ظبي يوم 28/10. فالبدايه هتفرق معاك قوي فيما يتبقى الموسم، رغم ان مش دايما البدايه بتكون مؤشرات. احنا مثلا السنه دي في الدوري عملنا بدايه مش طبيعيه مع موسيماني، بدايه مش طبيعيه. فوز متتالي، عدد اعتقد 7 انتصارات متتاليه ان لم تكن تخني الذاكره يعني، وما خسرتش ولا ماتش لغايه مش عارف امتى. يعني كانت بدايه ممتازه بصراحه. لكن في الاخر اللي حصل في الجزء الثاني او يعني الفتره الثانيه او الدور الثاني من البطوله اثر عليك بشكل او باخر في كل الاحوال، بسبب طبعا دوري ابطال افريقيا، بسبب تلاحم الماتشات والمباريات، وان احنا دايما بنوصل للمراحل النهائيه وكل الكلام من ده، بسبب الاداء التحكيمي اللي كان سيء قوي 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 السنه دي. لكن اكيد برضو تاني هعيدها عشان الناس ما تقعدش تقول لك انتوا بتتحججوا، وهي دي حقيقه بصراحه. العوامل كانت موجوده اثرت على الفرقه دي حقيقه، لكن في نفس الوقت ممكن يكون في تقصير بشكل او باخر يعني. فدي جزئيه مهمه لازم ان احنا نشوف القصه هتمشي ازاي خلال الفتره اللي جايه. عايز بس اتكلم بالتحديد عن احمد عبد القادر.
بخلاف ان احنا اتكلمنا على ان الموسم ده درس كبير قوي بالنسبه لجماهير الاهلي، مسؤولين الاهلي، لعيبه الاهلي، الاجهزه الفنيه، ايا كان بقى اللي موجود او اللي هيجي او ايا كان اللي هيحصل الفتره الجايه. لكن في نفس الوقت يا جماعه، احمد عبد القادر امبارح ناس كتير جدا انتقدته، ناس كتير جدا قطعت فيه كده بلغه الكوره يعني، وهو بصراحه كان سيء امبارح عشان نبقى واقعيين. يعني احمد عبد القادر الفتره كمان اللي فاتت من ساعه ما رجع من الاصابه هو مش في افضل احواله، ما كانش في يومه، ما كانش موفق، وده طبيعي جدا في الكوره. لكن المؤكد يا جماعه ان هو لعيب كواليتي عالي جدا، لعيب عنده قدرات مميزه جدا. احنا في بعض الفترات كنا دايما بنقعد نقول ايه، الاهلي فريق جماعي، ودي حاجه مهمه قوي وحاجه كويسه جدا، لكن في نفس الوقت بينقصنا بعض اللاعبين اللي يكون عندهم حلول فرديه في الماتشات الصعبه اللي بيبقى فيها تكتلات دفاعيه. يعني اللاعبين دول احمد عبد القادر وممكن يكون عنصر او اتنين تانيين موجودين في الفرقه يقدروا يخلقوا لك بعض الحلول. فهل هو عنده قدرات فنيه مميزه، عنده امكانيات كبيره على المستوى الفردي؟ اه طبعا، عاليه قوي 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 بصراحه. على المستوى الجماعي اخباره ايه؟ محتاج شغل شويه. مين اللي هيقوم بالدور ده؟ المدير الفني، الجهاز الفني اللي موجود ايا كان مين هو، ايا كان يعني الجهاز الفني هيكون موجود، هو اللي يطور من قدرات احمد عبد القادر، يوظف مهاراته. امتى تشتغل بشكل فردي، امتى تشتغل بشكل جماعي، والكل في الاخر يكون في مصلحه الفرقه. فبالراحه شويه، هي المرحله كلها صعبه، المرحله كلها ايجابيات قليله للغايه منها، فنهدى شويه على لاعبتنا. ما بقولكش ما تنتقدش، ما بقولكش ما تقطعش، ما يعني بس واحده واحده ننتقد، بس نقد اللي هو يدي دوافع للعيبه بتاعتنا عشان احنا محتاجينهم في الموسم الجديد. واحد زي احمد عبد القادر ده من ابرز اللاعبين هيفيدوك بشكل كبير جدا في الخطط المستقبليه بالنسبه لك في الموسم الجديد مع اللعيبه المهمه جدا اللي هترجع. فده بخصوص احمد عبد القادر. جزئيه اخرى، ويمكن الناس تتكلم دايما على الصفقات ومش الصفقات وايه اللي هيحصل والاهلي هيجيب مش هيجيب، هو مؤكد الاهلي هيجيب. المؤكد ان الاهلي هيجيب، اصلا ما ينفعش الاهلي هيجيب. هيجيب صفقات جامده لازم ان شاء الله ربنا يكرم، بس يكون في توفيق، لان خلي بالك برضو المفاوضات وارد تنجح وارد ما تنجحش، يحصل حاجه، يحصل مش عارف ايه كمان ده، انت بتسعى وبتحاول تعمل كل اللي عليك وتجيب صفقات مهمه. لكن في وجهه نظري، وانا دايما لما بتكلم كواحد والله من متابعين النادي الاهلي، واحد من عشاق النادي الاهلي، وبتشرف جدا جدا بانتمائي للنادي ده بصراحه يعني. لكن احنا يا جماعه الصفقات الاهم بالنسبه لنا، الاهم، وافهم كلامي كويس، الصفقات الاهم هي اللعيبه اللي مريحه. هتقول لي يا عم بقى ارحمنا بقى وريحنا بقى، تقعد تقول لنا اللعيبه اللي قبل كده واللعيبه اللي مريحه والظروف ومش الظروف وبتاع. والله العظيم والله العظيم عندنا لعيبه تقيله جدا وفرقه محترمه قوي، الظروف كانت يعني ماشيه معاها بشكل معاكس جدا. يعني انت عندك الشناوي افضل لاعب في افريقيا، مش افضل حارس بس، عندك قفشه، عندك في محمد عبد المنعم ما شاء الله عليه، ده حاجه بالنسبه لي حاجه تانية خالص. انا بتكلم دلوقتي على اللعيبه ايه اللي مريحه، محمد شريف، عندك سوليه، عندك حمدي فتحي، عندك ياسر ابراهيم، مين تاني يا جماعه فكروني، عندك مين تاني في الدفاع، عندك معلول، لا عندك لعيبه تقيله قوي مريحه، اضاف ليهم اليو ديانج، واخد بالك؟ يعني في لعيبه تقيله في النادي الاهلي، وهي دي الصفقات الحقيقيه. عندك طاهر، الصفقات الحقيقيه هي دي اللي هي بتريح دلوقتي وهترجع باذن الله بشكل افضل بكتير جدا ومغير تماما على الفتره اللي فاتت. هل معنى كلامي بقى ان انا بقول لك الاهلي مش محتاج صفقات؟ لا طبعا، الاهلي محتاج صفقات قويه جدا، ويشوف ابرز بضاعه موجوده في الدوري المصري ويجيبها، يدعم بيها اللعيبه اللي موجوده دي. ده بديهي، انا ما بقولش كلام يعني ما بقولش حاجه غريبه، ده البديهي. انت محتاج صفقات قويه تدعم بيها العناصر الممتازه اللي عندك، وتركز على الكام واحد الاجنبي اللي هنجيبهم مع الناس اللي موجوده اللي هم هيكملوا يعني. فان شاء الله باذن الله الامور هتكون كويسه ونتفائل خير. انا بعد الفاصل عندي جزئيه مهمه جدا عايز اتكلم فيها بخصوص قطاع الناشئين، او بخصوص مش قطاع الناشئين نفسه، بخصوص العناصر اللي شاركت من شباب النادي الاهلي مع الفريق مؤخرا، لان في ناس كتير جدا بتتكلم في الجزئيه دي. خليني بس اروح لفاصل الاول سريع وبعدين نرجع نكمل، استنوني. اهلا بحضراتكم مره تانية. خلينا سريعا نروح لاستاد مختار التتش من خلال زميلنا العزيز محمد توفيق، نطمن من خلاله على استعدادات الاهلي الاخيره او مش الاخيره يعني، لسه في عدد من التدريبات لحد مباراه يوم الثلاث باذن الله. النهارده تدريب وبكره تدريب وماتش يوم الثلاث، ويخلص الدوري ده توفيق هيخلص امتى بقى؟ مساء الخير عليك الاول.
مساء الخير يا امير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بك توفيق. يعني كلمنا على الفرقه، كلمنا على الامور بالنسبه للفريق في اللحظات دي ماشيه ازاي، التمرين ابتدى ولا لا، ابرز ملامح المران في حاله لو كان ابتدى، اهم الكواليس قبل انطلاق المران كمان من خلال متابعتك. يعني في اللحظات اللي انا بتكلم فيها معاك يا امير حالا دلوقتي، الجهاز الفني واللاعبين في غرف الملابس في محاضره نظريه للجهاز الفني بقياده مستر ريكاردو سواريش، يعني دقائق قليله جدا او لحظات وهيكونوا في الملعب عشان يؤدي يعني المران قبل الاخير في الموسم، يعني موسم طويل جدا ومرهق يا امير، ان شاء الله يعني انتهى زي ما بنقول بحلو وبمره، ان شاء الله القادم يكون افضل وان شاء الله القادم يكون احسن للنادي الاهلي ويرجع النادي الاهلي لعهده تاني او لسابق عهده في البطولات والانجازات. موسم طويل جدا زي ما قلت لك، الحمد لله يعني فضل التدريب بتاعت النهارده، تدريب بكره، مباراة سيراميكا كليوباترا في الأسبوع 34 والختامي لمسابقة الدوري العام، أعتقد فيه استفادة كبيرة جدا في هذا الموسم حتى في المباريات القليلة الأخيرة، يمكن عدد كبير جدا من لاعبي الفريق الأول اللي كانوا غايبين عن المشاركة أو العادين من الإصابة تم الاطمئنان عليهم بشكل كبير جدا، خدوا كتير من المباريات، عدد كبير جدا من الشباب برضو تم رؤيتهم، تم تقييمهم سواء من لجنة التخطيط أو كمان الجهاز الفني الحالي للنادي الأهلي. زي ما قلت لك تبقى بس مران النهاردة ومران بكرة كمان وخلاص، بعد غد الثلاثاء يتم إصدار الستار عن هذا الموسم، إن شاء الله يكون موسم للنسيان وان شاء الله بدايه من الموسم القادم والسنين طويله جدا يا هشام يا امير، يعني نرجع لسابق عهدنا تاني ويرجع النادي الاهلي لسابق عهده وبطولاته باذن الله رب العالمين. ده ما ينفعش يبقى موسم للنسيان يا توفيق، ده موسم ناخد منه دروس كتير جدا ان شاء الله نتعلم منها عشان نتفادى اللي حصل في الموسم ده، عشان نتفادى اخطائنا، عشان نطور من نفسنا، ودي سمه اساسيه دايما داخل النادي الاهلي هو التطوير، ان انت تطور من اداء فرقتك، تتطور على مستوى المستويات داخل القلعه الحمراء، وده الهدف الاساسي عند الناس المسؤوله في النادي الاهلي بشكل طبيعي. طيب طمنا يا توفيق على المصابين، هل في لاعبين بارزين ابتدوا بقى يجهزوا للمرحله اللي جايه؟ والنقطه الاهم اللي عايز اسال فيها بصراحه يعني مستغرب منها شويه، حته اكرم توفيق، واحنا كلنا اتكلمنا اكتر من مره ان اكرم هياخد اخر كام مباراه، ممكن ياخد بعض الدقائق، هل ممكن نشوف اكرم في الماتش الاخير حتى، ولا الوضع ايه؟ بخلاف كمان انك تكلمني على ابرز المصابين اللي ممكن يرجعوا للمرحله المقبله. دي احد النقاط الايجابيه جدا يا امير، يمكن خلال الفتره اللي فاتت والراحه اللي تم منحها للاعيبه الاساسيه، وكمان عدد كبير جدا من اللاعب يعني لاعيبه النادي الاهلي المصابين، عدد كبير جدا منهم خلاص الحمد لله تم شفائه يعني بالكامل، وان شاء الله هيكونوا موجودين مع بقيه الفريق ان شاء الله بدايه من فتره الاعداد. علي معلول الحمد لله يعني الالام اللي كان حاسس فيها بالعضله الخلفيه الحمد لله انتهت تماما، وكمان الام الركبه، كمان عمرو السوليه يمكن انتهى يعني من جزء كبير جدا من برنامجه العلاجي والاستشفائي، حسين الشحات شغال بمعادلات اكثر من رائعه اسبوعين، وكمان قفشه يخش في التدريبات التاهيليه، محمد شريف، طاهر محمد طاهر، كمان اكرم توفيق زي ما قلت لك واكدت لك، وده كان كلام دكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي بالنادي الاهلي، ان هو من الناحيه الطبيه هو لائق تماما، يتبقى بس فورمه المباراه زي ما قلت لك، وان الجهاز الفني يكون شايف الوقت المناسب لاشراكه، اعتقد ده اخر مباراه في الموسم، نتمنى ان شاء الله ان نشوف اكرم موجود ولو حتى لبعض الوقت، نطمن عليه وكل جماهير النادي الاهلي باذن الله تطمن عليه، خاصه ان احنا بنستعد الموسم قادم بقى افريقيا وكمان محليا، اعتقد هيبقى موسم طويل جدا، لكن اعتقد ان الحمد لله ان اللعيبه الاساسيه خدت فتره كبيره جدا وقسط يعني كافي من الراحه قبل بدايه الموسم، ان شاء الله ده ينعكس على نتائج الفريق وادائه ان شاء الله مع بدايه فتره الاعداد يا امير. اكرم من اللعيبه المهمه جدا، واعتقد بنسبه كبيره ان شاء الله يكون في قائمه مباراه سيراميكا وياخد بعض الوقت حسب رؤيه الجهاز الفني. بالطبع عايز يعني زي ما قلت لك دي اهم النقاط الايجابيه، ان جميع مصابين الحمد لله قربوا للمرحله النهائيه في الاستشفاء والتاهيل بتاعهم، وان شاء الله يكونوا موجودين وموجود الفريق بكامل عدده باذن الله رب العالمين بدايه فتره الاعداد ان شاء الله يا امير، وتبقى بدايه الموسم قوي ان شاء الله يحقق في النادي الاهلي العلامه الكامله في كل البطولات باذن الله رب العالمين. بشكرك يا توفيق، شكرا جزيلا. زميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي كان معانا من استاد مختار التتش قبل لحظات من انطلاق مران الاهلي قبل الاخير استعدادا لمباراه سيراميكا الاخيره في بطوله الدوري باذن الله، وطمنا بشكل كبير او قال لنا بعض الكواليس المهمه. حته بس اكرم توفيق، يعني هو كان المخطط ليه ان اكرم من بعد ماتش الاسماعيلي يخش القائمه يبتدي ياخد 10 دقائق في ساعه نص ساعه في شوط ايا كان، بس واضح ان دي رؤيه فنيه يعني وجهه نظر فنيه للمدير الفني تحترم بكل تاكيد يعني، لكن هو الاهم ان احنا نبقى مطمنين ان اكرم زي الفل، اكرم طبيا ما شاء الله 100% سليم، بدنيا ما شاء الله جاهز جدا، فالجانب الفني ده بقى بيخص الجهاز الفني. طيب خلينا نتكلم بقى على جزئيه مهمه بتتعلق بالشباب اللي شارك مع الاهلي في الفتره اللي فاتت يعني، وفي ناس بقى كتير تطلع الفتره الحاليه اللي احنا فيها دي دلوقتي، انا سمعت حد يمكن كان يتكلم قال لك يا جماعه انتوا حرقتوا الناشئين، حرام عليكم اللي انتوا عملتوه في الشباب ده، انتوا بتلعبوهم في وقت صعب جدا،
انتوا خليتوهم ان هم يبقوا تحت ضغوط كبيره قوي، ومش ده الاسلوب ومش دي الطريقه، ولازم كانوا يشاركوا مع لعيبه من اصحاب الخبرات، ولازم 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 ولازم. طبعا الفتره الحاليه هي اكتر فتره اي حد عايز يمسك فيها حاجه على الاهلي من الناس اللي ما بتحبش الاهلي هيلاقي، هيمسك، هيقعد يدور ويمسك اي حاجه على النادي الاهلي، يقول لك يطلع اي سلبيات، اي حاجه، اجابات ما يلاقيش، ما يتكلمش، رغم ان ممكن الفتره دي بصراحه اجابات فيها تكاد تكون يعني قليله للغايه. لكن في نفس الوقت يا جماعه، بس بالراحه كده وبهدوء، النبي بالراحه وبهدوء، اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار، اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. انت دلوقتي حضرتك يا فندم يلي عمال تطلع تقطع في الشباب وتقطع في السياسه ان انت اللي خلت الشباب يلعبوا من خلالها، والسياسه اللي ادت لاشراك عدد كبير من الشباب بشكل غير مدروس، والكلام اللي حضرتك بتقوله ده مع كامل احترامي ليك، يعني هو انت ما شفتش ان احنا عندنا كل اللعيبه الكبيره تعبانه مجهده ماتشات كتير جدا ورا بعض؟ ما شفتش ان في البعض الاخر عنده اصابات كتير قوي؟ ما شفتش ان ده كان طريق اجباري لازم تاخده؟ ما خدتش بالك من الحاجات دي، ولا حضرتك مش متابع، ولا هو انتقاد لمجرد النقد؟ كل الناس ليها حق ان هي تنتقد، بس لازم يكون في موضوعيه شويه، لازم تبقى عارف الظروف اللي ادت لكده، تبقى عارف العوامل اللي ادت لكده. كل المعطيات لازم تبقى قدامك قبل ما تتكلم، مش لمجرد ان انا اطلع هو انا واخد هدف دلوقتي انا هاجم الاهلي، والفتره دي صعبه على الاهلي وانا بقى زيط معلش يعني في الكلمه كده وهاجم الاهلي. لا، شغلها دي، فكر، فكر شويه. ايه اللي ادى لان الاهلي يلعب بعناصر شابه في المرحله دي؟ ها، ايه اللي ادى؟ يلا نعيد، نعيد. لعيبه مجاده، لعيبه خدت كم كبير جدا من المباريات المتتاليه على مدار مواسم متلاحمه تصل لثلاث مواسم وممكن اكتر، فكان ناتج طبيعي ان هم يقعوا منك. فلما هيقعوا منك حضرتك نعمل ايه؟ لما اللعيبه كلها الكبيره دي تقع منك، سواء ناس بقى تعبانه او ناس اتصابت او كل الكلام من ده، نعمل ايه؟ ينسحب الاهلي من الدوري؟ ما يكملش الاهلي بطوله؟ ما يلعبش بقيه الماتشات؟ ولا يحاول يطلع باكبر كم ممكن من المكاسب في مرحله صعبه زي دي باشراك عدد من الناشئين اللي عندك؟ الشباب المميزه في القطاع يشاركوا ونقيم ونشوف. ويجي بقى قبل كده يقول لك ايه؟ اشمعنى الاهلي اللي ما بيلعبش عناصر شابه؟ الاهلي ما بيطلعش ناس من الناشئين؟ يا جماعه ترسلوا لنا على حل بقى. ما هو يا يمين يا شمال، يعني اختاروا حاجه انتقدوها. لو الاهلي ما كانش يطلع الشباب يقول لك الحق، ده نادي الزمالك مطلع ما شاء الله لعيبه كويسه جدا من الشباب، وفين الاهلي من الموضوع ده؟ يطلع الاهلي الشباب يعني رغما عنه وثقه فيهم بالمناسبه، تمام، وطبقا للظروف وللوضعيه الحاليه، يقول لك انتوا ازاي تلعبوا الشباب؟ انتوا حطيتوهم في وقت ما ينفعش يلعبوا فيه، انتوا ازاي بتفكروا كده؟ انتوا حرقتوهم، انتوا مش معقول، اقسم بالله بجد مش معقول. الموضوع بقى مبالغ فيه، اللي هو النقد لمجرد يلا هوب يلا بينا ننتقد، يلا يا جماعه جهز نفسك هننتقد الاهلي. مش كده، مش كده. الموضوع بجد صعب قوي، يعني لازم يبقى فيه منطقيه قبل النقد، ويبقى فيه المام بكل الامور، صح؟ يبقى فيه المام بكل الامور والعوامل والمعطيات اللي ادت للنتيجه دي او ادت ان الشباب يلعبوا. كل التحيه ليهم، لشباب النادي الاهلي. البعض بيقيم ان في ناس كويسه، ناس لسه محتاجه فتره، ناس مش عارف ايه، بس كل التحيه ليهم ان دول مجموعه اتحطت في مرحله صعبه مليئه بالضغوط، مليئه بالتحديات على مستوى الفني بالنسبه لهم هم. فلازم نحييهم ونسندهم، حتى لو البعض شايف ان ممكن في منهم محتاجين فتره كبيره. لا، ده دورنا، دول ناس شباب صغير، رغم ان الشباب المفروض يكون بالنسبه لي انا او الناشئين 16 17 18 سنه، دول معديين ال 20 سنه 20 21، بس في نفس الوقت يشكروا على المرحله دي، ونتمنى لهم يا رب كل التوفيق، سواء بعضهم استمر لم يستمر، اللي خرج اعاره، اللي ايا كان، يعني ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه، بس بهدوء بس يا جماعه عشان كلام الكتير الغير مدروس. يعني نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نتكلم، ولسه عندي جزئية مهمة جدا تتعلق ببطولة الدوري والمنافسة على البقاء في البطولة، استنونا بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم مرة تانية، تعالوا نشوف ترند الأهلي وأبرز الأخبار على السوشيال ميديا، ونبتدي بحساب في الجول على تويتر، واللي بيتكلموا على إن للمرة الأولى من حوالي 30 سنة الأهلي ينهي الدوري المصري خارج المركزين الأول والثاني.
وكانت اخر مره الاهلي احتل فيها او كان خارج المركز الاول والثاني كان في موسم 91-92 لما انهى الفريق في المركز الرابع يعني. وفي الحقيقه برده يا جماعه ممكن موضوع المراكز ده بيبقى جانب شكلي، طالما مش هتاخد البطوله يعني، طالما مش انت في المركز الاول كل المراكز الثانيه تقول ايه شكليا الثاني احسن من الثالث كلام من ده. لكن هو واقعيا الاهلي بالنسبه له المراكز كلها زي بعض، طالما انت ما خدتش المركز الاول في المسابقه اللي انت فيها فكل المراكز شبه بعض، فمش هتفرق تاني من تالت، هي مرحله كلها بايظ يعني، مرحله كلها صعب. فمش يعني حاسس في ناس بتحاول تدوس في الجزئيه عادي يا جماعه، مش قصه خالص يعني. خلينا نخش على الخبر اللي بعده. اليوم السابع وحسابه على تويتر بيتكلموا على التدريبات الاستشفائيه للاساسيين في الاهلي النهارده لتجنب الاجهاد يعني، هو كده كده خلاص الموسم بيخلص ان شاء الله يعني. نروح كمان للوطن سبورت بيتكلموا على ان علي معلول يتخلص من الام العضله الخلفيه واكد جاهزيته للمشاركه مع الاهلي. لو تفتكروا علي معلول في اخر مباراه ليه مع الاهلي اعتقد امتى؟ اعتقد بعد مباراه بيراميدز على ما اتذكر يعني، كان جاله شد في العضله الخلفيه. فاكيد في متابعه مستمره، وكان خد اجازه برده لمده 3 اسابيع مع العناصر اللي خدت اجازه، ففي متابعه مستمره لحاله علي معلول. الحمد لله هو دلوقتي جيد، وهو احد ابرز العناصر اللي باذن الله تكون اضافه كعادته للفريق في الموسم الجديد. نروح كمان لخبر اخير، تعال بقى الخبر ده. قال لك ايه؟ قال لك كوره 11 وحسابهم على تويتر بعدما وجه، ركز معايا بس في الكلام عشان هنا في نقطه مهمه قوي لازم انت تاخد بالك منها بقى في الفتره الحاليه دي والمرحله اللي جايه كلها. بعدما وجه ياسين منصور الضربه القاضيه له، حاله من الغموض تسيطر على كهربا الامر الذي دفعه لمطالبه اداره الاهلي بحسم مصيره خلال الموسم المقبل وسط وجود 3 عروض محليه. اخد الجزء الثاني من الخبر ان حاله الغموض، لا مفيش غموض ولا حاجه، خلال الفتره اللي جايه كل الامور هتحسن باذن الله، ده بخصوص كل الملفات جوه النادي الاهلي، فمفيش ولا غموض ولا بتاع في القصه دي. لكن تعالى بقى اول جزء في الخبر اللي هو عشان يقول لك ايه، تعال اقرا الخبر خلي بالك، بص انا كاتب لك ايه. تعالى بعدما وجه ياسين منصور الضربه القاضيه له، طب تيجي بقى تقرا متن الخبر فين الاستاذ ياسين منصور؟ طبعا ليه كامل التقدير والاحترام طبعا يعني، الاهلاوي الكبير جدا. فين بقى تلاقي اسم الاستاذ ياسين منصور في الخبر؟ ما تلاقوش، تقعد تدور عليه. طب تقرا خبر مره واثنين وثلاثه وعشره ما تلاقيش. طب ايه لازمه اسم الاستاذ ياسين منصور مع كامل احترامي طبعا الكبير لشخصه؟ عارف لو في حاجه في متن الخبر تتعلق بالموضوع ماشي، لكن انت بتحط بس اسم عشان مثلا شركه الكوره مشيت وكلام من ده، فتحاول تخلق حاله من حالات الجدل، طب وايه اللي حصل واداله قضيه ازاي ومش عارف ايه وكلام من ده عشان تشد الناس تقرا، ده اسلوب صعب قوي بصراحه مع كامل احترامي يعني، كامل احترامي للي كاتب الخبر، بس ايه الاسلوب ده؟ مش حلو، مش حلو والله جد. فده خبر من الاخبار اللي الناس متعلقه عليها بصراحه. خلينا نروح لفاصل بعدين نرجع نكمل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. خلينا ناخد الترند المحلي واهم وابرز الاخبار ونبتدي بمنتخبنا الوطني وتحديد فيتوريا اللي بيستقر على ضم 40 لاعب في قائمه المنتخب المعسكر المقبل، وده طبقا للوطن الرياضي كتبه من خلال صفحتهم على فيسبوك، وبيتكلموا يعني ان خلاص الراجل استقر ان هو يضم 40 لاعب في المعسكر اللي هيشهد مباراتين وديتين بعد تاجيل مباراتي ملاوي ضمن منافسات الجوله الثالثه والرابعه من التصفيات الافريقيه المؤهله لبطوله الامم الافريقيه 2024 بكوت ديفوار. بيقول لك ان فيتوريا رغب في الحكم على اكبر عدد ممكن من اللاعبين خلال وديتي معسكر سبتمبر المقبل، وخصوصا ان خلاص الاتفاق شبه تم مع نايجر وليبيريا على خوض الماتشين الوديين دول، ويأمل في تحفيز طريقته، ويعني ان هو راجل يحاول بشكل او باخر يوصل فكره للاعبين. الموضوع ده طبعا هيحتاج وقت، لكن في نفس الوقت كخطوه مبدئيه يعني. قائمه المنتخب هتضم عدد من الوجوه الجديده ابرزهم 7، ومين هم؟ الثنائي احمد عاطف وبوبو. عاطف كان ضم قبل كده مع الكابتن ايهاب جلال على ما اتذكر، وناصر منسي مهاجم البنك الاهلي، ومصطفى شلبي لاعب ام بي ومميز جدا، وثنائي الزمالك الشاب حسام عبد المجيد وسيد عبد الله نيبار يستحقه بصراحه، وعبد الرحمن مجدي لاعب الاسماعيلي. وكمان بخصوص لاعبي النادي الاهلي، هو في الغالب هياخد 3 من الاهلي يا جماعه، الشناوي وعبد المنعم ورامي ربيعه اللي هم بيلعبوا دلوقتي، الاثنين ماشيين بشكل ممتاز بصراحه الفتره اللي فاتت، منعم ورامي ربيعه. فبالتالي ده موضوع فيتوريا والمعسكر المقبل لمنتخبنا الوطني. طيب تعالوا نروح لخبر اخر، وهو خاص ب الصفحه الرسميه اليوم السابع على فيسبوك، واللي قالت ان في 3 انديه
في صراع البقاء في بطولة الدوري. هم هنا بيتكلموا على كل من المقاولين العرب وغزل المحلة والجونة. المقاولين في المركز ال 14 35 نقطة، المحلة في المركز ال 15 35 نقطة نفس الرصيد، والجونة هو الأقرب للهبوط، هو الأقرب للهبوط طبقا للوضعية الحالية عنده 33 نقطة، ده في مؤخرة الجدول. فمين اللي هيهبط مع إسترن ومصر المقص؟ الاثنين دول هبطوا رسمي، إسترن هبطوا بعد ما خسروا المباراة الأخيرة من البنك 3-2 امبارح، والمقص كده كده هابطين بقالهم فترة، فناقص يا إما الجونة يا إما المحلة يا إما المقاولين. طيب الجونة هتلعب مين؟ الجونة هتلعب بيراميدز، ماتش الساعة 9:30 يوم الثلاث، فلازم الجونة تكسب. الجونة تكسب يبقى عندها كام نقطة؟ عندها 36 نقطة، وتنتظر كمان خسارة كل من المقاولين أو غزل المحلة، واحد فيهم يخسر عشان يقعد والتاني ينزل. لكن في المقابل المقاولين وغزل المحلة اللي هم لحد دلوقتي موجودين في الدوري السنة الجاية قبل آخر جولة، لو تعادلوا ماتش فالامور تبقى خلصت، لان اعتقد المواجهات المباشره مع الجونه هتكون في صالح المقاولين وفي صالح غزل المحله. طب المقاولين هيقابل مين؟ المقاولين هيقابل المصري الساعه 9:30 برضه في نفس التوقيت، وطبعا المحله هيلعب في نفس التوقيت مع الاتحاد السكندري يوم الثلاث. فدي الوضعيه بخصوص صراع البقاء في بطوله الدوري المصري الموسم الجديد. لكن في صراع تاني ممكن الناس مش واخده بالهم منه يعني، وهو صراع طلاع الجيش وفيوتشر. كجانب شكلي هو كده كده فيوتشر خاص هيشارك في الكونفدراليه بشكل رسمي، لكن طلاع الجيش اللي عاملين موسم كويس قوي بعد ما فازوا على الاهلي بقوا 53 نقطه نفس رصيد فيوتشر، بس طلع الجيش كده بقى في المركز الرابع وفيوتشر في المركز الخامس. ففيوتشر عنده ماتش مع المقصه، ماتش سهل جدا، فيوتشر هيكسب فهيوصل لايه؟ ل 36 عفوا 56 نقطه. لكن طلاع الجيش عنده ماتش مع مين؟ طلاع الجيش عنده ماتش مع الاسماعيلي الساعه 4:30 يوم الثلاث. بالمناسبه فيوتشر هيلعب مع المقصه يوم 29 اللي هو بكره، هو الماتش الوحيد اللي بكره، لان الماتش ما فيش منه اي اهداف يعني. فهو برده ده في صراع على المركز الرابع ما بين طلع الجيش وفيوتشر. ده بخصوص يعني المباريات والجوله المتبقيه من بطوله الدوري. طيب تعالوا نروح شويه للترند العالمي وابرز الامور والاخبار العالميه بالتحديد من خلال الصفحات المختلفه على السوشيال ميديا، ونبتدي ب يلا كوره واللي بيقول لك يا كاتب التاريخ لا تغلط في الصفحات. ليفربول يعادل اكبر انتصار في تاريخه بالدوري الانجليزي بعدما سبق ان فاز 9-0 على كريستال بالاس 89 و 10-1 على روثرهام تاون في 1896. يورجن كلوب بيحقق اكبر انتصار في تاريخه كمدرب من خلال الفوز على بورموث بنتيجه 9-0، الماتش اللي ما جابش فيه صلاح اي جون ولا عمل حتى اي اسيست. خلينا نروح لخبر اخر من البطولات، هو بقى بيتعلق بايه؟ برد فعل محمد صلاح بعد المباراه. فالناس الصحفيين بيقول لك ان هو يعني الناس عايزين يعملوا معاه انترفيو او عايزين ياخدوا منه تصريحات يعني. قال لهم بابتسامه انا ما جبتش ولا جون النهارده، اتكلم في ايه؟ في التسع اهداف ما جبتش ولا جون، بشكل يعني في نوع من انواع الهزار يعني. فما كانش موفق خالص محمد صلاح بصراحه للاسف الشديد يعني، حتى الصحفيين ضحكوا على رد فعل محمد صلاح. طيب تعالوا نروح لنجم مصري اخر محترف في الدوريات الاوروبيه بالتحديد في نانت الفرنسي، وهو مصطفى محمد اللي قاد النهارده نانت لتحقيق انتصار اول ليه في الدوري الفرنسي على حساب تولوز بنتيجه 3-1. تولوز كان متقدمين بهدف مقابل لا شيء، نزل مصطفى محمد ساهم في الهدف الاول، صنع الهدف الثاني وجاب الهدف الثالث، او العكس، او جاب الهدف الثاني وصنع الهدف الثالث. يعني المهم ان هو ساهم في ثلاث اهداف واول اهدافه في الدوري الانجليزي، اول صناعه ليه حقيقيه. فنتمنى لكل محترفينا المصريين كل التوفيق في المرحله المقبله. ناخد تفاعل حضراتكم وسؤالنا بخصوص حلقه النهارده، مين الفريق الاقرب للهبوط مع إسترن والمقصه؟ نبتدي باحمد رياض واللي قال مساء الخير عليك يا كابتن، مساء الفل عليك يا ابو احمد، من وجهه نظري هبوط الجونه مع إسترن والمقصه ده الاقرب في الحقيقه. سلمى ابراهيم قالت لك غزل المحله، الاهلي فوق الجميع والاهلي نادي القرن طبعا. سامي حماد قال الجونه. كمان ناخد زياد عمرو قال الجونه لانهم لازم يكسبوا بيراميدز. بيراميدز خلاص ما عندوش اهداف، خد المركز الثاني مثلا لو كان بيفكر في المركز الثاني. سعيد قال ايه؟ الاقرب الجونه لاني اتمنى استمرار غزل المحله في الدوري، اهلاوي وافتخر. الانديه الشعبيه مهمه جدا تواجدها في الدوري ايا كان يعني مين هيبقى، بس يعني اكيد الناس كلها بتفكر في الجزئيه دي. محمد عادل ده اخر تعليق معانا، من وجهه نظري الجونه هي الاقرب. يعني خلينا نشوف ونترقب الماتشات اللي هتكون يوم الثلاث، ماتشات هتكون مهمه جدا بعدها الساعه 4:30
والبعض الاخر هيكون بالليل، ونشوف الامور هتستقر على ايه في النهايه. ده كان تفاعل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقتنا النهارده، ودي كمان كانت حلقتنا من الترند. ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده من نفس البرنامج، فاستنونا. الى اللقاء.